وفي فرق أيضا بين الحالة النفسية وبين المرض النفسي كذلك. خلونا نعرف أكثر عن هذا الجانب. سؤال جدا مهم. فعلا هناك فرق بين المرض النفسي والحالة النفسية. المرض النفسي يعني هو الاضطرابات التي تؤثر على العقل، بحيث تصبح هناك عدم قدرة في ممارسة بعض الأمور والحياتية والسلوكية اليومية. أما الحالة النفسية هي حالة مؤقتة يمر فيها الشخص نتيجة ظروف اجتماعية أو أسرية أو حتى عملية مر فيها، ممكن أنها يتخطاها مع مرور الوقت ويقل تأثيرها على هذا الشخص. لكن المرض النفسي ممكن يستمر ويصبح حالة مزمنة. كيف ممكن المرض النفسي يصبح حالة مزمنة؟ وما هي الأمراض اللي ممكن نعتبرها من الأمراض النفسية؟ عندنا مرض مثل أمراض القلق والتوتر والاكتئاب واضطرابات الصحة النفسية المختلفة، وأيضا الاضطرابات الغذائية التي تأثر على شهية الإنسان أيضا تعتبر من الأمراض النفسية التي يجب معالجتها. ما هي العلامات اللي نحن نلاحظها على هذا الشخص واللي يجب أن نحن ناخذ هذا الشخص لأقرب مركز طبي أو طبيب للكشف والتأكد من إصابته بحالة نفسية أم مرض نفسي؟ في بعض الأحيان نلاحظ تغيرات في الحالة المزاجية، عصبية شديدة، عدم قدرته على ممارسة حياته بشكل يومي، وأيضا وجود تاريخ عائلي لبعض الأمراض النفسية، وأيضا بعض الأفكار الانتحارية عند هذا الشخص لا سمح الله. فهني ننصح هذا الشخص للجوء إلى الطب النفسي للتأكد وتقييم حالته ووضع الخطة العلاجية المناسبة له.